هذا اللي انت عايشته يعني. زين عبد الله، قولي لي شنو مقياسك باختيار اعمالك؟ اوكي، سواء بالتمثيل او بالاخراج. شوف هو انا الاختيار مي مرحله بعدها يصير في نوع من الانتقاء. الانتقاء في شنو؟ ان انت مستمر في هذه الحاله الفنيه سواء على نطاق التمثيلي او الاخراج، انت دائما تحتاج الى ان تجرب وتجدد. فعشان تجرب وتجدد لازم يصير في عندك مجازفه. هذه المجازفه الاغلب يهرب منها. دائما الفنانين يدورون الشيء اللي يعني يراهن على اللي هو يتقنه او على مكامن القوه اللي موجوده عنده في اتقانه. هذا